السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في درس جديد وهو عن كيفية التعامل مع البيانات المكانية الضخمة على منصة جوجل إيرث إنجن. البيانات المكانية الضخمة هي بيانات كبيرة الحجم تتميز بالسرعة في التدفق وتتميز بالتنوع والتباين وتتميز إن ليها قيمة تجارية. في القريب العاجل هتنتهي الطرق التقليدية في تحليل البيانات ويتم الاعتماد على المنصات أو البرامج اللي ليها واجهة تطبيق برمجية أو ما يعرف بالابليكيشن بروجرامينج انترفيس. من ضمن المنصات اللي ليها API يشتغل بالجافا سكريبت هو جوجل ايرث انجن، وهو أسهل المنصات لمعالجة البيانات الجغرافية المكانية وخاصة من النوع راستر. المنصة بتحتوي على كتالوج من قواعد البيانات اللي بتحتوي على مرئيات الأقمار الصناعية مفتوحة المصدر بقدرة بأكثر من 60 بيتا بايت. يمكن من خلال المنصة إجراء التحليلات المكانية على هذه المرئيات في قواعد البيانات دون الحاجة إلى تحميلها أو تنزيلها على جهازك الخاص. جدير بالذكر ان احنا نعرف ان محرر جوجل ايرث هو مجاني، ولكن فقط للاغراض الاكاديميه والبحثيه، لكن لو عايز تستخدمه بشكل تجاري يبقى في قائمه من الاسعار لابد ان يعني المبرمج يشتري مكان للتخزين السحابي علشان يقدر يستخدم المحرر بشكل تجاري في بناء التطبيقات وخلافه. هنبدأ إن شاء الله بكيفية التسجيل على منصة جوجل إيرث إنجن من خلال ساين أب. هيظهر فورم زي كده بنملاها وبعدين بنعمل ساين أب. بننتظر من يوم أو اتنين حتى تأتي رسالة القبول. فنبدأ ندخل إلى المنصة من خلال تراي ذا كود إيديتور أو من خلال بلاتفورم كود اديتور بالشكل دوت. بيتكون جوجل ايرث انجن من اربع نوافذ، 1 2 3 4. النافذه الاولى وهي خاصه بالسكريبتس والدوكيومنتيشن والاسيتس، والنافذه الثانيه خاصه بمحرر الاكواد، والنافذه الثالثه خاصه بالانسبكتور والكونسول والتاسكس، والنافذة الثالثة هو عارض لي أو الماب أو ما نطلق عليه بيور إذا استطعنا أن نقول إنه هو بيعرض الخرائط فنقول ماب بيور. لشرح كل نافذة على حدة هنتابع مع بعض في هذه الصورة. السكريبتس وهو مكان إنشاء وتخزين وإدارة المجلدات وملفات السكريبتس اللي بينشئها المستخدمين، وبيتحدد فيه صلاحيات المستخدمين اللي موجودين معاك في نفس المشروع او عايز تشاركهم في المشروع الخاص بيه. وبيحتوي على امثله معده مسبقا لبعض التحليلات تقدر تعمل لها استيراد مباشره بهذا الشكل. أما الجزء الخاص بالدوكيومنتيشن أو الدوكس هو مكتبة جاهزة بتضم أكواد ودوال ومعادلات وعمليات بلغة الجافا سكريبت. الجزء الثالث وهو الأسيتس هو مكان تحميل وإدارة البيانات الخاصة بالمستخدم. وليكن مثلا حضرتك عايز تعمل استيراد لشيب فايل أو مرئية موجودة عندك على جهازك الخاص علشان تستوردها وتدخلها في الجوجل إيرث إنجن عشان تجري عليها بعض التحليلات، تقدر تستخدم الاسيتس منها بتظهر بالشكل ده. وعن سبيل المثال لو انا عايز شيب فايل او انا عايز مثلا جيوتيب مرئيه راستر. النافذه الثانيه وهي محرر الاكواد بلغه الجافا سكريبت، بيتم بناء الأكواد البرمجية هنا لإجراء العمليات التحليلية، واللي بتظهر نتائجها في النافذة رقم 3 وهي الماب اللي هي هنا، دي خريطة لعرض قواعد البيانات الجغرافية المكانية ونتائج التحليلات. النافذة الرابعة وهي
موجود فيها الانسبكتور او نقدر نقول عليه باللغه العربيه المفتش، وهو خاص للاستعلام عن قيم الطبقات والمواقع والمعالم عند النقر على الخريطه هنا بالشكل ده. بعد كده الكونسول لما نطبع اي اوردر هنا اوردر برنت بلغه الجافا سكريبت لاظهار بعض المعلومات عن الطبقات او التحليلات في صوره نصيه او اظهار ما يعرف بالرسوم البيانيه لتحليل معين، وليكن مثلا عايز اجيب البروفايل لمنطقه البروفايل الارتفاع لمنطقه معينه، فبيظهر الشكل الرسم البياني هنا في المنطقه دي. بعد كده التاسكس هو مدير المهام وبتظهر نتائج التصدير واستيراد البيانات بالشكل ده هنا في التاسك. نافذة الماب او اللي بيتعرض فيها قواعد البيانات الجغرافية بتتكون من اللايرز وبيتحكم فيها في اظهار واخفاء الطبقات من هنا، وبيكون فيها مجموعة من ادوات الرسم الجيومتري الرسم الهندسي، وبننشئ فيها الطبقات النقطية والخطية المساحية من خلال هذا التوربار، وبيكون فيها التكبير والتصغير خريطة زوم ان وزوم اوت. ده باختصار بسيط مكونات جوجل ايرث انجن. للبحث عن قواعد بيانات معينة في مربع البحث هنا، وليكن لو انا كتبت كايرو بالشكل دوت، او لو انا عايز ابحث عن قاعدة بيانات من المرئيات الفضائية وليكن مثلا هنقول مرئيات اللاندسات، فاكتب لاندسات فيظهر لي بالشكل دوت لاندسات 7 و4 و5 و7 و8 وهكذا وما الى ذلك من بيانات مرئيات اللاندسات. لو انا مثلا عايز قاعدة بيانات خاصة بنماذج الارتفاعات الرقمية فبكتب ديفيشن وبنتظر، فبيظهر لي قائمة من قواعد البيانات الخاصة بنماذج الارتفاعات الرقمية. بيبدأ العمل على جوجل ايرث انجن من خلال انشاء فولدر، وليكن مثلا من هنا بنشئ الفولدر، وداخل الفولدر بالشكل ده بنشئ فايل وهو هيكون خاص بالسكريبت، وليكن مثلا هسمي ايجيبت 2022 ده السكريبت الخاص بيا واللي لسه لم استورده داخل محرر الاكواد، مجرد بالضغط عليه يبقى ده السكريبت اللي انا هشتغل عليه. هبدا باستدعاء قاعده البيانات اللي عمل عليها، وليكن مثلا هشتغل على قاعدة بيانات من النوع Elevation مثلا، من النوع SRTM وليكن مثلا 30 متر SRTM Digital Elevation، وليكن هشتغل على ده مثلا. فبيجيب لي اسم قاعدة البيانات اللي هيتم كتابتها في الكود بالشكل دوت، فباخدها كوبي. اقدر استعرض هنا بعض المعلومات عن هذه القاعدة، ولكن هو بيقول ان هي بند 1 إليفيشن، اقل نقطة ارتفاع سالب 444 واكبر نقطة ارتفاع 8306. الدقة المكانية لهذه قاعدة البيانات هي 90 متر، والاستشهاد بتاع قاعدة البيانات او السيتيشن بتاعها. فاللي يهمني في الموضوع ده كله ان كيفية كتابة قاعدة البيانات هذه داخل الكود البرمجي او داخل محرر الاكواد. باخد الاسم بتاعها البرمجي بالشكل ده كوبي واقول له كلوز، وبعدين ببدا استدعائها عن طريق الكود فاريبل مسافه image مسافه يساوي واعمل بيست اللي انا اخذته، وبعد كده سيميكول. بعد كده بهذا الشكل هو تم استدعاء، اول ما اعمل رن هو تم استدعاء قاعدة البيانات اللي هشتغل عليها داخل محرر الاكواد. لو انا عايز اعمل زوم
او اوسطر اسنتر الخريطه مثلا، اعمل توسيط للخريطه على قاعده البيانات هذه، فبتحدد بالكود التالي، بقول له ماب اللي هي المنطقه دي، اضبط السنتر بتاعها من خلال سيت سنتر وافتح قوس، واكتب خط الطول وليكن مثلا 31 كوما، ودائرة العرض هتكون مثلا 30 كوما، الزوم بتاعي هخليه مثلا وليكن 4، يعني 4 مرات من التكبير. وبعد كده سيمي كولن، وبعد كده بقول له رن، فهو عمل توسيط للخريطة بناء على الفاريبلز اللي انا دخلتها هنا القيم دي، لكن لم يظهر لي الطبقة تحت اللي هي طبقة الارتفاعات. فلإظهار طبقة الارتفاعات بنستخدم الكود التالي اللي هو map dot، طبعا قلنا map اللي هو المنطقة دي، بقول له فيها add layer، وبعدين بكتب اسم قاعدة البيانات بتاعتي اللي هو image، المتغير بتاعي image، تقدر تغيرها انت بعد كده، يعني ممكن نسميها مثلا SRTM بهذا الشكل. وفي الحالة دي هتكتب هنا SRTM، فانا هوكي، ساوكي على اسم الطبقة بالشكل ده image، وهقول له اضيف الطبقة دي image على العارض اللي موجود قدامي اللي هي المال دي، بكتب image وبعدين سيمي كولن، وبعدين بقول له run، وبنتظر لما يتم تحميل الطبقة. وبالتالي تم تحميل طبقة الاس ار تي ام للعالم كله بالشكل ده. لما بتغير في عملية الزوم للخريطة وتعيد عملية الرن على الكود مرة أخرى، بيرجع لي بيانات توسيط الخريطة والزوم اللي حضرتك دخلتها هنا كما كان. طيب لو أنا عايز أطبع بعض المعلومات عن هذه الطبقة في الكونسول هنا، فبعمل هنا الأوردر التالي، أقول له برنت المتغير بتاعي اللي هو SRTM image، والطبقة تحتي اسمها image اللي هي اللي انا مسميها هنا، اكتب image وبعدين سيمي كولن، وبعدين بقول له رن، فبيطبع لي بعض المعلومات عن الطبقة تحتي بالشكل دوت، البندات اللي موجودة والاسقاط بتاعها والانتربريتز الخاصة بالطبقة دي بهذا الشكل. نقدر نقول اللي هي الميتا داتا الخاصة بطبقة الارتفاع الرقمية من نموذج الاس ار تي ام. طيب لو انا عايز اعمل عرض مخصص ليا، وليكن مثلا الطبقة كده مش ظاهر اي معالم او غير واضحة، فبعمل ما يسمى بالكاستوم فيجواليزيشن. الكاستوم فيجواليزيشن بيتم كتابة الكود الخاص بيه بهذا الشكل، بقول له الماب add layer الفاريبل بتاعي او اسم الطبقة بتاعي image، المينيمم بتاعتي
اللي هو اقل نقطه ارتفاع انا عايز اظهرها، فهنا بغير في القيم العدديه للبكسلات او محتوى البكسل، هعرض مثلا من 0 ل 5000 او 6000 متر، فبقول ان المينيمم عندي مثلا للبكسل اللي انا عايز اعرض بيها على الخريطه اقول له مثلا 0، هتعرض البكسل من 0 للماكسيمم بيكسل فاليو مثلا هقول له خليها اقصى حاجة مثلا 3000، على اساس ان انا هشتغل على منطقة مصر مثلا فيما بعد 3000، وبعد كده بقول له ان المتغير بتاعي custom visualization وبعدين اقول له رن وانتظر عملية التحميل. فعمل لي عملية تحسين لظهور الطبقة بهذا الشكل، عملية تحسين لظهور الطبقة بهذا الشكل. طيب لو انا عايز اغير التحسين الظهور ده ان هو يكون بشكل الوان، فلازم اضيف باليتة الالوان الخاصة بيا، وبيتم إضافة باليتة الألوان بهذا الشكل. أقول له Map Add Layer، نفتح الكورس، أقول له اسم الطبقة اللي أنا عايز أطبق عليها باليتة الألوان اللي هي Image، طبقة خاصة بيا، وباليتة الألوان يتم تدريج الالوان بناء على اقل قيمه للبكسلات واعلى قيمه للبكسلات، وهي المينيموم زي ما كتبتها بالاعلى 0 والماكس 3000. وبعدين بعدها مباشرة بقول له ان الباليت في الالوان بتاعتي متغير الاول وليكن مثلا البلو اللي هو اقل قيمة هياخد اللون الازرق، والقيم المتوسطة هتاخد اللون الأخضر مثلا، والأعلى قيمة نخليها اللون مثلا البراون، نخليها اللون الريد مثلا. وبعد ذلك هقول له ان المتغير بتاعي ده هو الكاستم بن، نقفل الكورس وبعدين سيميكو وقول له رن، يتم تنفيذ هذا التحليل. وزي ما قلنا بقدر اتحكم في اظهار واخفاء الطبقات من هذا الشكل. لو أردنا إجراء بعض التحليلات المكانية على المرئيات الفضائية، فبيتم البحث أولا عن التحليل
في مكتبة الأكواد اللي هي الدوكيومنتيشن، وليكن مثلا عايز أجري تحليل على نموذج الارتفاع الرقم اللي قدامي دوت، وليكن مثلا تحليل بسيط زي مثلا تحليل المنحدرات مثلا، وليكن مثلا هنكتب سلوب خاص بالتضاريس. فهذا هو الكود المفروض نستخدمه، اللي هو الفانكشن المفروض نستخدمها. لو انا ضغطت عليها بهذا الشكل يظهر لي ان الارجيومنتس بتاعتك المفروض انها تكون صورة ارتفاعات بالامطار. يبقى لازم الصورة المدخلة في هذا الكود الانبوت هنا لازم تكون نموذج ارتفاع رقمي بالامطار، صورة راستر. طيب بستخدم الكود دوت بهذا الشكل لإجراء تحليل الانحدار على نموذج الارتفاع الرقمي. يبقى الفاريبل اللي موجود عندي هيكون السلوب يساوي الكود اللي موجود عندي قدام دوت اللي هو ترين سلوب انبوت. فبكتبه زي ما هو ترين سلوب، وعايزين نطبق المعادلة دي على قاعدة المال بتاعتي اللي هي image. كنترول سي وافتح القوس واكتب له قاعدة البيانات بتاعتي بهذا الشكل، وبعدين سيمي كول، بعدين اقول له رن. طبعا هو طبق التحليل لكن لم يعرضه على الخريطة، واطلب منه ان هو يعرضه لي على الخريطة. نتاج التحليل عبر الكود التالي map add layer. نتاج التحليل، نتاج التحليل بتاعي يكون اللي هو الفاريبل بتاعي اللي هو السلوب، و اقول له ان المينيمم بتاع درجة الانحدار قالولي دي هيكون صفر. طبعا الانحدار بيتراوح ما بين صفر و90، ف على حسب المنطقة اللي بتشتغل عليها. طبعا عايز تخليها من صفر ل60 من صفر ل90 براحتك، فانا هنا هخليها من صفر، والماكس بتاعي هخليه مثلا 70. الماكس بتاعي هخليه مثلا وليكن مثلا 60، وبعد كده هقول له الناتج بتاعي يكون سلوب اللي هي طبقة الانحدار. أنا كده نفذت التحليل عن طريق هذا الكود، وبطلب منه يعرض لي نتائج التحليل بهذه الصيغة أو بهذا الشكل على المادة. بعد كده بقول له ران، بهذا الشكل ده نتائج تحليل الانحدار. طيب لو هاخد تحليل اخر وليكن
في نفس تحليل خصائص المنحدرات مثلا، وليكن مثلا تحليل الأسبك اللي هو جوانب الانحدار، فبقول له ان المتغير بتاعي بنفس الطريقة برضو هكتب في مكتب، لو انا مش عارف الكود فبكتب في مكتبة الأكواد أسبك، فبيظهر لي هنا الكود البرمجي الخاص بتحليل الأسبك بهذا الشكل. فممكن اخده من هنا كوبي واكتب المتغير بتاعي اسبكت. المتغير بتاعك تقدر تغير فيه براحتك، يعني مش لازم اكتب اسبكت، ولكن عشان بس تتضح انا بعمل تحليل ايه، ممكن انت تسميه ال اس، ممكن تسميه ال 8 براحتك زي ما تحب، ولكن انا بكتب فقط ما يعطيني تمييز للتحليل اللي انا شغال عليه. فالتحليل اللي انا شغال عليه اللي هو الاسبكت، فبكتب المتغير اسبكت واقول بيساوي، اهم شيء في الموضوع ده الكود اللي انا لسه واخده كوبي اللي هو ايترين اسبكت. الانبوت بتاعي هيكون الايمج اللي انا شغال عليها اللي هي دي، فبكتب ايمج وبعد كده بقول له ران، فبينفذ التحليل، وبعد كده بطلب منه ان هو يعرض لي نتائج هذا التحليل على الماب. بهذا الشكل. اقول له map.addLayer المتغير بتاعي اللي هو aspect، وأعلى قيمة وأكبر قيمة، معروف إن الأسبكت أعلى قيمة أقل قيمة صفر، وأعلى قيمة اللي هي 360 درجة اللي هي زوايا جوانب الانحدار اللي هي من صفر 360. فبكتب المين مينيموم صفر والماكس ماكسيموم 360 درجة، و بضع لين أكواد اللي مهمة جدا لتنفيذ الأكواد، وبعد كده التحليل بتاعي اسمه اسبكت اللي هو المتغير الخاص بي، وبعد كده سيمي كولن، فبيعرض لي طبعا في اسبكت طبعا ناتجة عن تحليل جوانب الانحدار او اتجاه الانحدار. بهذا الشكل منصة جوجل إيرث مش لا تحتوي على فقط التحليلات المكانية، ولكن ممكن يتم فيها تحليل إجراء العمليات الرياضية على الحزم الطيفية للمرئيات، وهو ما يسمى بالماب الجبرا جبر الخريطة أو بالرياضيات النطاقات الطيفية. فعلى سبيل المثال عندك استعداد لديك القدرة هنا إنك تنفذ أي معادلة رياضية داخل الجوجل ايرث انجن. فهناخد مثال على هذا الامر، وليكن مثلا انا عايز احسب الدوال المثلثية لطبقة النموذج الارتفاع الرقمي، طبقة مثلا الاسبكت اللي موجودة، يعني مثلا عايز اطبق الدالة المثلثية جا على الطبقة الناتجة من تحليل اتجاه الانحدار اللي هو اسبكت. فبيتم كتابة الأكواد لتطبيق المعادلات الرياضية بهذا الشكل. الفاريابل بتاعي هسميه مثلا جا الصورة،
اللي هو سين ايميجي مثلا بتساوي المتغير ده بيساوي طبقة الاسبكت مقسومة على 180 مثلا ديفايد وليكن مثلا 180 ومضروبة في الباي واستدعي بعد كده الدالة المثلثية جا. واقول له نفذ التحليل. وبعد تنفيذ التحليل اطلب منه يعرض لي نتاج هذا التحليل عن طريق الكود ماب اد لاير. والمينيموم هيتراوح ما بين سالب واحد والماكسيموم هيتراوح ما بين موجب واحد سالب واحد لموجب واحد. وبعد كده اقول له ان الفاريبل بتاعي هنا اللي هو الدالة المثلثية جاي ده نتاج التحليل بتاعي. وبعد كده اقول له اعرض لي الكلام ده يقول لي ان في خطأ هنا فبنراجع الكود تاني map dot add layer send image minimum سالب واحد الماكسيموم واحد في الكومة بعد هذا الكود كل ران بيتم تنفيذ الأمر بهذا الشكل ويظهر نتاج تحليل إجراء معادلة الدالة المثلثية على طبقة الأسبكت بهذا الشكل. برضو اقدر اعمل شغل احصاء على المرئية الفضائية اللي قدامي وليكن مثلا عايز احسب متوسط المين بتاع الارتفاعات لمنطقة معينة مش لازم اشتغل على المرئية كلها عايز اشتغل على منطقة محددة فبالتالي وليكن مثلا لحساب متوسط قيم الارتفاعات في منطقة محددة بيتم بهذا الشكل وليكن مثلا عايز اعرف قيمة الارتفاعات في منطقة سينا مثلا فبرسم مثلا شكل مساحي على منطقة سينا من خلال هذا الشكل ارسم شكل مساحي مجرد ما اضغط عليه بيظهر لي في الكود هذا الامر وهو امر استيراد اشكال هندسية فبحدد الشكل المساحي
اللي انا عايز احسب له متوسط ارتفاع بهذا الشكل. فبتظهر لي طبقة جديدة بهذا الشكل اسمها جيومتري، اقدر اتحكم فيها من هنا، هسميها مثلا بوليجون، وهيتم استرادها على انها فيتشر ولا فيتشر كوليكشن ولا جيومتري. اختار مثلا جيومتري واختار اللون بتاعها من هنا واقول اوكي. دلوقتي انا عندي شكل للمنطقة التحتي اللي مراد احسب ليها متوسط قيم الارتفاع. فهروح للكود البرمجي واكتب كود حساب او اجراء عملية احصائية على البيكسلز اوف ايمج لسبيسيفايد اريا بهذا الشكل، ان الفاريبل بتاعي هيكون اسمه مثلا هسميه متوسط مثلا الارتفاع الديكشنري مثلا، ماشي، بتساوي image. وهروح للامر reduce، هبحث عنه هنا reduce مثلا reduce region بشكل جيومتري واشوف متطلباته ايه. فبيقول لي متطلباته image، ومتطلباته الامر reducer، ومتطلباته شكل هندسي، ومتطلباته سكيل، ولازم يكون مسقط نظام الاسقاط بتاعه، والبقية كلها ممكن تكون حاجات اوبشن الاختيارية تقدر تكتبها او ما تتركها كما هي. طيب نطبق الامر زي ما هو بالشكل دوت. بهذا الشكل ان انا هكتب image اسم الطبقة اللي انا عايز عليها يتطبق متوسط قيم الارتفاع هذا التحليل. الطبقة بتاعت اسمها image اهي، اللي هي طبقة الارتفاع الرقمية SRTM. الاوردر بتاعي او الفانكشن بتاعتي اسمها reduce، زي ما احنا شايفينها كده reduce region. وافتح كوس واكتب الكيز بتاعتي، الكيز الاولاني اللي موجودة عندي اللي هي الريديوسر زي ما هو عايزها. فالريديوسر عندي هنا هتكون الفاليو بتاعتها ايه ريديوسر يعني يحسب لي قيم متوسط قيم الارتفاعات مع التقيس لهذه البكسلات اللي موجودة على المرأة. وبعد كده افتح قوس واعمل كوم، وبعد كده الجيومتري الخاص بيا اللي انا لسه مسميه حالا اللي هو بوليجون. انا هكتب في الشكل الهندسي هنا بوليجون اللي انا لسه رسمه حالا. بعد كده السكيل وهو الدقة المكانية او المقياس للمرئية اللي انا بشتغل عليها اللي هي في الاس ار تي ام، وهي 90 متر. 90 متر عرفت ازاي؟ في الاليفيشن بروح لقاعدة البيانات، بروح للباندس الاقي ان السكيل بتاعها والدقة المكانية 90 متر. فبكتب السكيل بتاعي هنا 90، وبعدين سيميكولون واقول له
بيتم تطبيق التحليل، ولكن أنا عايز يكتب لي القيمة بتاعت متوسط كم الارتفاعات للمنطقة بتاعت سينا هنا في الشكل ده في الكونسول. فبكتب الأوردر التالي، الكود variable عندي هسميه مثلا المين بتساوي، هتاخد متوسط الفاريابل ده المين ده دوت جيت احصل عليه الاليفيشن، المتغير بتاعي هو الاليفيشن هنا، يعني وكأني بقول له احسب لي متوسط قيم الارتفاعات للمتغير ده. وبعد كده بعد ما تحسب اكتب لي النتيجة اللي تطلع، اكتبها لي اعملها لي برنت في الكونسول. فبقول له برنت المين اليفيشن للمتغير ده. وبعد كده بقول له ران، فبيعمل طبق ران لتنفيذ هذا الكود لإظهار متوسط قيم الارتفاعات في هذه المنطقة. فبيظهر إن متوسط قيم الارتفاعات عندي 773. ما تحاولش تاخد مناطق حجمها كبير جدا، لان ده هيؤدي الى زيادة عدد البكسلات اللي هيتم عليها التحليل، وده امر متعلق بفشل التحليل لانه بيعتمد على الميموري ليميتيشن اوف جوجل ايرث انجن، تقيد الذاكرة اللي موجود لمنصة جوجل ايرث انجن. ويعني خلي مثلا ان المنطقة ما تزيدش عن مليار بكسل مثلا. فبالتالي لما بتيجي تحسب لمنطقة كبيرة جدا، ده بيؤدي الى فشل في تنفيذ الكود البرمجي نتيجة التقيد بذاكرة منصة جوجل اير. بعد كده لو انا عايز اكتب على الخريطة، فبتتم الكتابة على الخريطة، يعني إضافة ليبل بهذا الشكل، وليكن مثلا هكتب الفاريبل بتاعي يكون ليبل، ويساوي الكود الخاص بكتابة الليبل أو بالتعامل مع الليبل على الخريطة. ليبل UI.label الفاليو والسباين والطبيقي والإيرثولوجي. بقول له إن الكود بتاعي أو الدالة بتاعتي هتكون UI.label. وأفتح الكود زي ما مكتوب في الكود بالظبط، اسم الليبل بتاعي هيكون وليكن مثلا مينيا يونيفرستي، كلمة مينيا يونيفرستي دي البروبرتيز بتاعتها هتكون بالشكل ده، عايزة تظهر بالشكل التالي. الفونت ويت بتاعي
اون بول حول نورمال زي ما تحب، والسايز هون سايز اللي مثلا 20 بي اكس، الهواء مش مثلا بنكتب مثلا البادنج، خليها مثلا 3 بي اكس من كل جانب، 3 بي اكس 3 بي اكس 4 مرات للمرة 4 جوانب، بعد كده البوزيشن الخاص بالليبل المكان بتاعها ما فيها خريطة، فنكتب مثلا البوزيشن وهخليها مثلا في التوب سنتر مثلا على الخريطة، التوب سنتر ولو عايز مثلا اضع باك جراوند للليبل ده فبكتب مثلا باك جراوند وهقول له مثلا بلاك مثلا ولون الليبل دون الكتابة هخليه مثلا يلو، وبعدين بقفل وأقول له الأمر ضيف الليبل دي على الخريطة يبقى نام دوت اد، بفتح قوس وبسمي الفاريبل بتاعي اللي هو ليبل اللي هو ليبل و سيمي كولن وأقول له نفذ. تمام، بنراجع الكود ونشوف فين الخطأ الموجود، background color position padding font size font width. الكالر هنا نخلي السي كابيتال او مش هتفرق، يلو في خطأ في اللون يلو ونقول له run بيقبل وبيتم وضع الليبل في المكان المخصص واللي متحدد على الخريطة. طب لو انا قلت له مثلا bottom center قلت له رن بيتم وضع الليبل في اسفل الخريطة بهذا الشكل. طيب، ويمكن التحكم في البوزيشن الخاص بالليبل دي ان انا اغيرها من توب سنتر لمثلا بوتوم سنتر والرن بيغير الموقع بالشكل دوت. ممكن اخليها ميدل ليفت مثلا، رايت بالشكل ده، و ممكن ارفق بالليبل دي هايبر لينك، ارفق بيها موقع معين او ويب سايت بيج بهذا الشكل، ان انا باجي في اخر الكود واعمل كوم وبعدين علامة التنكيس بتاعتي وهكتب مثلا
الموقع الخاص بجامعة المنيا. بهذا الشكل آخذ الرمز بتاعه القوي وأرجع أحط مدينة العلامتين بهذا الشكل وأقول له رن، هتبقى قابلة تبقى كليكابل. أول ما أضغط عليها توديني على موقع جامعة المنيا. لو أنا مثلا هعمل ليبل تانية خاصة بكلية الآداب، هاخد الرابط أعمل نسخ الأول للكود عشان مكتبوش تاني. كوبي وانسخه تاني وهغير الليبل بتاعي من مينيا يونيفرستي، اخليه فقط ارتس. والرابط الخاص بالويب سايت لكلية الآداب أغيره هنا بالرابط الخاص بجامعة المنيا. البوزيشن بتاعها برضو هتكون من الليفت والران، ف ينشئ ليا ليبل اخر باسم فقط وفقط. واول ما اضغط عليها توصلني بالويب سايت الخاص بكلية الاداب. فنقدر نغير اللون الخاص بال background color، يعني مثلا هخلي واحدة مثلا orange وهخلي التانية red وأقول له run بهذا الشكل. بعد ما بنتهي من التحليلات الخاصة بيا أو بالكود وكتابة الكود البرمجي الخاص بيا، ممكن أضيف تحليلات لا حصر لها. ممكن أضيف أمثلة جاهزة. أي كود عايز أستخدمه ألجأ لمكتبة الأكواد هنا بهذا الشكل، وأكتب الأكواد الخاصة مثلا بالإليفيشن اللي هي الشد والسلوب والأسبكت، الأكواد الخاصة مثلا ب مرية الهندسات مثلا الهندسات نبني الخوارزميات دي كلها. أقدر أعمل أتعرف على الكود الخاص بهذا الأمر وأتعرف على الفاريابلز اللي محتاجها. بعد ما بنتهي من السكريبت أو كتابة الكود أو التحليل اللي أنا محتاجه، بحفظ أو سيف السكريبت بتاعتي بتحفظ هنا كده، اتحفظت على الدرايف الخاص بيا. أقدر أسترجعها في أي وقت وأدخل وأخرج براحتي وأقفل الجهاز وأرجع تاني على السكريبت موجودة. ممكن اشارك العمل ده عن طريق التطبيق او مع الزملاء. لو اشاركه مع الزملاء يبقى من جيت لينك بهذا الشكل، جيت لينك، واعطيه للزملاء لرؤيه العمل الخاص بيا او لطلب المساعده في ضبط كود معين او مشاركه المشروع مع مستخدمين او مع فريق العمل الخاص بيا. طيب الجزئية الثانية، ممكن أصدر هذا العمل كاملا إلى أنه يكون في صورة أبليكيشن، في صورة تطبيق،
وبيتم هذا الأمر بهذا الشكل من خلال التابس اللي موجودة هنا والمسمى بأبس، أضغط عليها وأنشئ تطبيق جديد نيو أب، وأكتب اسم التطبيق وليكن مثلا سلوب أناليسيس، ومكان الحفظ الخاص بي في على الدرايف أو على الكلاود، وبعد كده بقول له نكست، وبعد كده بقول له هتاخد الكود بتاعي من الكرنت كونتنتس اوف اديتور، وهنا هيكون السورس كود بتاعي ريدابل قابل للقراءه من المستخدمين الاخرين، او عايز احجز ان هو ما يكونش قابل للقراءه مفيش حد يطلع على السورس كود بتاعي فبختار الاختيار الثاني. بعد كده نكست الجاليري، فبقول له ان الابلكيشن بتاعي ممكن يكون متاح ان بابليك، بختار الاختيار دوت. وبعد كده لو انا عايز احط ايكون للكود الخاص بيا، فمثلا على سبيل المثال بختار الايكون دي، وبكتب مثلا ان هذا التطبيق is developed by Mohamed Nasef in Department of Geography, Faculty of Arts, Minia. بعد كده اللوجو بتاع الابلكيشن بتاعي ممكن اختار اي صورة انا عايزها بحملها من هنا بهذا الشكل، وبعد ما بنتهي خالص في الريستركشن هنا ان انا مثلا عايز التطبيق دوت يكون الاكسس بتاعه للجروب دوت او بسيبه ان بابليك مفتوح لاي حد معاه اللينك، بقول له بابلش النهاية خالص، وبعد كده التطبيق بتاعه هو بضغط عليه فبياخد مثلا حوالي دقيقة دقيقتين على ما بيتم تحميل التطبيق على السيرفر الخاص بجوجل إيرث إنجن، وبنتظر مثلا دقيقة، وبعد كده لما بعمل ريفرش المفروض ان هو بيدخلني على التطبيق مباشرة، وانتظر ثواني التطبيق جاهز معايا بهذا الشكل. يتم تحميل الطلبات. أقدر آخد اللينك ده وأبعته للأصدقاء أو المستخدمين للاطلاع على التحليلات اللي أنا قمت بعملها في صورة التطبيق. ده كان
كيفية التعامل مع جوجل إيرث إنجن من خلال إجراء بعض التحليلات البسيطة، ومن خلال بناء التطبيق عليه، ومن خلال إضافة ليبلز أو هايبر لينكس لواجهة المحرك أو على الماب، ومن خلال برضو الاستعلام عن بعض المعلومات لقاعدة البيانات، أو لإجراء بعض عمليات الرياضية، إجراء بعض المعادلات الرياضية زي مثلا الدوال المثلثية أو ما يعرف بالماب الجبرا أو رياضيات الحزم الطريقية، أو من خلال إجراء بعض العمليات الإحصائية زي الحصول على متوسط قيم الارتفاعات لمنطقة معينة زي المنطقة اللي أجرينا عليها هذا الاختبار الإحصائي وهي منطقة سيناء. ده بعض التحليلات اللي موجودة، وتعرفنا على المكتبة اللي موجود فيها الأكواد الجاهزة اللي أقدر أعتمد عليها في الحصول على أي كود لأي تحليل أنا عايزه من خلال كتابة هنا، وتعرفنا على إزاي أحصل على مسمى قواعد البيانات الموجودة من خلال الكتابة في مربع البحث عن أي قاعدة بيانات أنا محتاجها، وليكن مثلا اللاندسات أو المودز أو الإليفيشن أو البيانات الهيدرولوجي مثلا. وهكذا وليكن مثلا بيانات الكلايمت بهذا الشكل. زائد تعرفنا على ازاي اتعامل مع السكريبت، وهناخد في اخر حاجة خالص قبل ما نقفل هذا الدرس، ازاي اعمل استورد شيب فايل او استورد صورة راستر لقاعدة المحرك، قاعدة بيانات المحرك من بيانات الخاصة. وليكن مثلا هاخد الشيب فايل الخاص بي دوت، وهقول له سيلكت من هنا، واجيب الداتا الخاصة بي واشوف ايه هو الشيب فايل المتاح عندي، وليكن مثلا كايرو. فهو بيطلب مني هنا ان لما اجي ارفع شيب فايل لازم يكون معايا اربع ملفات كومبينيشن مدمجة في الشيب فايل، وهي الدي بي اف والاس اتش بي والبروجكتد فايل والاس اتش اكس. فانا هعمل الكلام ده وهروح لمثلا الشيب فايل الخاص بالقاهرة مثلا. هذا الشيب فايل الخاص بالقاهرة كايرو، الاربع ملفات دول. طب يبدأ يرفعهم بهذا الشكل، وبعد كده بقول له ابلود. فعملية التحميل بتتم هنا بهذا الشكل، وساعة ما بتنتهي من عملية التحميل الملف الشيب فايل بيكون موجود عندي في الاسيتس اللي هنا بالضبط. هننتظر لحد ما يتم عملية تحميل الشيب فايل. بعد ما انتهت عملية التحميل بيجي لي الشيب فايل كايرو بهذا الشكل. والديسكريبشن والميتاديتا بتاعته، فبقول له قابل للتعديل، وبقول له مثلا امبورت هسميه كايرو،
وهقول له map and layer وافتح قوس كايرو واقفل القوس وهقول له run. هنلاقي الشيب فايل الخاص بي تم إضافته للخريطة بهذا الشكل. تمام. طيب لو أنا عايز منطقة العمل اللي كنت شغال عليها وليكن مثلا شبه جزيرة سيناء هي البولجندا، لو انا عايز اعمل اكسبورت لمنطقة العمل دي على اساس ان انا اخزنها في الجهاز الخاص بي وافتحها على اي برنامج اخر واشتغل عليها، يعني بمعنى اصح عايز اعمل لها عملية تصدير، اعمل الجزء ده من الـ SRTM اعمل له عملية تصدير لمنطقة الدراسة الخاصة بي. أول حاجة بعملها إن أنا برسم شكل بوليجون بهذا الشكل وأحدد اسمه اللي هو بوليجون، وبعد كده أبدأ في كتابة الكود الخاص بتصدير طبقة السلوب، طبقة الارتفاعات آسف، طبقة الـ SRTM بهذا الشكل. فالكود اللي ببدأ أصدر بيه منطقة الدراسة بتاعتي أو جزء معين من المرئية اللي بشتغل عليها بيكتب بالشكل التالي: export، وبعدين اسم الطبقة الخاصة بي اللي هي image، ومكان التخزين بقول له للدرايف بتاعي اللي هو هيكون جوجل درايف تو درايف، وبعد كده بفتح الكورس وبحط الكيز بتاعتي. اول حاجه الكيز اللي مع عايز اعرف ايه الكيز المطلوبه مني، فبروح بنفس الطريقه على مكتبة الأكواد الجاهزة وأكتب الأمر export، وبعدين بيقول لي export image to drive to cloud to assist or to drive، فبيقول لي المطلوب منك الإيمج والديسكريبشن والفولدر وهكذا. كل المدخلات دي في منها الأوبشنال وفي منها الإجباري، فببدأ أكتب الكيس بتاعتي. أول حاجة الإيمج، هي الإيمج اللي أنا هقتطع منها أو هصدرها، فهقول له الطبقة بتاعتي أو الصورة بتاعتي اسمها إيمج، الديسكريبشن بتاعي مثلا منطقة سيناي، اوكي، الفولدر
اللي هيتحفظ فيه الطبقة اللي أنا هعمل منها تصدير، الطبقة الناتجة هتتحفظ فين، فأقول مثلا فولدر اسمه هسميه، هو ممكن ينشئه أثناء عملية التصدير يعني، ممكن فنسميه إيرث مثلا، إنجن مثلا. والفايل نيم بريفكس اسم الطبقة اللي هتنتج، هسميها يناي برضو، و الريجن اللي انا هقطعه، السبيسيفايد اريا اللي انا هقطع منها او هقطع بيها، هتبقى الطبقه بتاعتي اللي هي دي البوليجون ده، اسمها بوليجون، بعد كده السكيل اللي هي الدقة المكانية للطبقة الخاصة، طبقة الارتفاعات اللي هي دي، ودي الدقة المكانية جبناها من SRTM Digital Elevation، الدقة بتاعتي 90 متر، يبقى السكيل هنا هيكون 90 متر. بعد كده الماكس بيكسلز، الحد الأقصى لعدد البكسلات للمرئية اللي هيتم تصديرها، ودي نقطة مهمة جدا، لأن كل ما زادت المساحة اللي هيتم تصديرها كل ما زاد الحد الأقصى للبكسلات، وده ممكن بيعمل مشاكل نتيجة الميموري ليميتيشن اوف جوجل ايرث انجن، فانت ليك حد اقصى. فالحد الاقصى بعرفه منين؟ بكتب هنا وليكن مثلا الامر اكسبورت درايف، فبلاقي هنا الماكس بيكسل بتاعي بيقول لي ان في تقييد على الحد الاقصى للبكسلات اللي هيتم تصديرها، وبيقول لي باي ديفولت هيحصل فيه ايرور لو انت حددت ان الحد الاقصى للبكسلات هيكون 1 وقدامه 8 اصفار، 1 EA. فبالتالي هو بيقول لي لازم ترفع الحد الاقصى او تقلل منه، ما ينفعش تكتبه 1 وقدامه 3 اصفار. فانا بكتب مثلا ماكس بيكسلز، الماكسيمم بيكسل هيكون 1 E9 مثلا، ويكون ده هو الكود البرمجي لتصدير الجزء ده من طبقة الارتفاعات الرقمية SRTM. فبعمل run، فلما بعمل run بيجي لي هذا الخطأ، فبفتح الخطأ عشان اشوف، فبيقول لي ان في خطأ عندك في الكيس بتاعت الفايل نيم بريفكس والماكس بيكسلز. بروح اذهب اشوف ايه الخطأ اللي موجود. الفايل نيم بريفكس، ايوه البي دي تتعمل كابيتال بريفكس، والماكس بيكسلز برضو اعتقد البي هتكون كابيتال بهذا الشكل. وبعد كده اقول له ران، فقبل ان هو يتم تصدير الجزء دوت، ولا يتبقى سوى ان انا
أعمل رن علشان يبدأ تصدير جزء الدم الخاص بمنطقة جنوب سيناء مثلا بالشكل دوت، أو الرن فيقول لي سميه الطبقة الناتجة عندي ده، فأقول له اسمها C9 والسكيل بتاعها 90، هتحفظ في فولدر اسمه إيرث إنجن وبقول له رن. طبعا بناء على المساحة اللي هيتم تصديرها هيتم تحديد الكمبيوتيشنال تايم، الوقت الحاسوبي المستهلك لمعالجة هذه المنطقة وتصديرها في طبقة بامتداد تف. فاحنا هننتظر لحد ما يتم الانتهاء وتصدير الطبقة ونروح بعد كده للجوجل درايف. انتهى من عملية التصدير بهذا الشكل، بروح للجوجل درايف الخاص بيا لفولدر اسمه ايرث انجن اللي انا حددته له، وبعمل عملية تنزيل للطبقة، كليك يمين عليها وبقول داونلود، فبتبدأ عملية التنزيل الخاصة بيا. بعد كده بفتح اي برنامج وليكن ارك جي اس برو، وبروح اطلب استدعاء للبيانات بتاعتي اللي هي طبقة صناعة عشان اشوفها واتعامل معاها على البرنامج، وليكن مثلا في صناعة اهي وابدأ اتعامل معاها واحلل، وتعتبر جزء من بياناتي الخاصة المخزنة على الحاسوب الخاص بي. ده كان محاضرة بسيطة النهاردة عن التعامل مع البيانات المكانية الضخمة في ذات النمط الخلوي اللي هي راستر داخل منصة جوجل ايرث انجن. اتمنى ان الشرح يكون واضح وسلس، ونلتقي في المحاضرة القادمة إن شاء الله. بالتوفيق والسداد لجميع الطلاب. السلام عليكم.